غنت على المسرح وما كانتش قادرة تشيل درع تكريمها، وطلت على جمهورها بعد غياب 20 سنة. نجات الصغيرة مفاجأة حفل جوي أوردز، ومفاجأة كبيرة جدا للجمهور العربي كله. نجح القائمين على حفل توزيع جوائز جوي أوردز من إقناع الفنانة والمطربة الكبيرة المعتزلة من 20 سنة نجات الصغيرة من المشاركة في الاحتفالية والغنى كمان على هامش تكريمها من الحفل. وطلت نجات الصغيرة بإطلالة من الزمن الجميل، وغنت جزء من أغنيتها عيون القلب وسط تسقيف وفرحة كل الموجودين في القاعة. وحرص تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي على الصعود على المسرح وتقديم الشكر ليها على حضورها، ووقف كل اللي في المسرح علشان يقدم لها التحية. وعلى الرغم من الحفاوة الكبيرة اللي قبلت ظهور نجاة الصغيرة في الحفلة، إلا إن كان في ردود أفعال متباينة على السوشيال ميديا، وده لأن نجاة الصغيرة عمرها 85 سنة وظهر عليها علامات الكبر، وما قدرتش تشيل درع تكريمها أثناء توجيه كلمة للجمهور، وكانت هتقع بعد ما اختل توازنها. عشان كده شايف البعض ان ده انتقاص من رصدها وتاريخها الفني الراسخ في عقول جمهورها. اتهم البعض الاخر القائمين على الحفلة بمحاولة تصدر الترند وجذب الاضواء على حساب نجاة الصغيرة، وسأل البعض عن قيمة المقابل المادي اللي خدته خلاها تتنازل وتخرج من عزلتها. لكن على الجانب التاني الغالبية العظمى احتفت بوجودها وظهورها، وقالوا ان طلة نجاة كانت احلى طلة في الليلة، وشكروا هيئة الترفيه على ظهورها بعد الغياب الكبير ده. نجاة محمد حسني من مواليد 11 أغسطس 1963 كانت موهوبة من وهي صغيرة، اتعرفت بالطفلة المعجزة وخليفة أم كلثوم، كانت دايما بتحاول تتعلم العود مع أخواتها. موهبتها الطاية خلت أخوها عز الدين ياخدها يوديها معهد الموسيقى. وطبعا معروف ان نجاة الصغيرة الاخت غير الشقيقة للنجمة الراحلة سعاد حسني. في زيارتها الاولى للمعهد غنت نجاة وسحرت الحضور من مجلس ادارة المعهد واساتذته وكبار الموسيقيين، ووعدها مدير المعهد بانها تغني في حفلات المعهد في شهر رمضان. وفي حفلتها الاولى وقفت نجاة على كرسي صغير ومسكت منديل وفضلت تحركه زي ام كلثوم. وعلى الرغم من ان كان عندها 5 سنين بس، الا ان الجمهور لقى نفسه قدام طفلة معجزة. قعد الجمهور يسقف لها بحرارة لدرجة أن الإذاعة أذاعت حفلتها في منتصف الليل. ومن أهم أغاني نجاة الصغيرة في مشوارها الفني أغنية ليه خلتني أحبك، أول أغنية ليها، ولا تكذبي وساكن قصادي وعيون القلب، وفي يوم واحد وما تسألنيش وأي ظنه، وأما براوة وأنا بعشق البحر، وغيرها وغيرها من الأغاني الأيقونية والمميزة. وغابت نجاة عن عيون الجمهور لسنين طويلة، وصلت لأكتر من 20 سنة لحد ما نجح صناع حفل جوي أوردز من أنه يقنعها بالحضور في الرياض وتكرمها على مشوارها الطويل الحافل وسط كوكبة من النجوم من مختلف أنحاء العالم. وأبرز الحضور كانت الفنانة يسرى، أحمد عز، كريم عبد العزيز، ياسمين صابري، شيرين عبد الوهاب، جورجينا رودريكس، وجون سينا وغيرهم من النجوم.